أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطيات المستمرة من قناة الأيام عن معركة طوفان الأقصى، حيث من الصعب جدا التنبؤ بمآلات ونتائج معركة طوفان الأقصى وهي لم تتعد بعد مرحلتها أو مراحلها الأولى، ومن الصعب جدا قراءة معطياتها بنفس السياقات والأطر والأدوات التي كانت تقرأ بها المعارك والمواجهات السابقة بين الفلسطينيين أو العرب على وجه العموم من جانب، والكيان الصهيوني من جانب آخر. وكذلك من الصعب جدا القول بأن كواليس السياسة في عواصم غربية وعربية وإقليمية ستشهد حسم معارك الميدان وفق منطقة لا رابح ولا خاسر. وكما كان العراق حاضر في كل الميادين وكان واضحا في مواقفه وثوابته بدعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني، فهو اليوم أوضح من أي وقت مضى في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهو يخوض معركة الشرف والعزة والكرامة بكل شجاعة وإقدام. إذن مشاهدينا، الحديث أكثر عن تفاصيل هذه المعركة وهذه التغطية نرحب سوية بضيوفنا الكرام الباحث بالشأن السياسي الأستاذ نبيل عزاوي. أهلا بكم سيد نبيل ضيفا كريما. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله. بداية، بدأت الإدارة الصهيونية بالرد على عملية طوفان الأقصى وبدأت بارتكاب مجازر بحق المدنيين، لكن كيف قرأتم هذا التفاوت بالضربات؟ المقاومة الفلسطينية تقوم باستهداف مواقع وأهداف نوعية مقابل استهداف الكيان الصهيوني لأهداف مدنية في قطاع غزة. واضح جدا أن ديدن إسرائيل هو نفس الديدن الذي عرفته الشعوب من 48 إلى اليوم، هو قصف المدنيين والخوض في هذه الحروب العبثية التي هي تقتل أكثر عدد من المدنيين. لاحظ أن المعركة، معركة طوفان الأقصى، طبعا هي امتداد لسيف القدس، لكن المتغير في هذه المعركة هو النوع والكم. نوع السلاح الذي كان موجودا هو يختلف شكلا ومضمونا عما كان، كذلك الكم والأعداد التي كانت يعني مباغتة لإسرائيل لم تتوقع. حتى الصحف اليوم الإسرائيلية كلها تندد، وهنالك عنوان عريض للصحف الإسرائيلية يقول القطعان تقودنا. إذن هي رسالة من الإسرائيليين إلى نتنياهو بأنه ما عاد يتحمل الإسرائيليين هكذا حروب. اليوم إسرائيل تعيش في خوف وعدم هدوء، وهنالك كاتب أرليشتيت يقول بأن لا نوم ولا راحة، ويجب أن نغادر إسرائيل في أقرب وقت لأنه ما عادت تجدي النفع مع هكذا شعب يريد الحياة، ولا يمكن أن نتفاهم معه إلا بأن نخرج من الاحتلال وأن تعطى الدولة له. هذا الاعتراف بحد ذاته من قبل كتاب إسرائيل يعني أن المعركة هذه تختلف شكلا ومضمونا عن كل المعارك من أكثر من 70 سنة. لم تخسر إسرائيل يعني هكذا أعداد حسب المعلن التي أعلنته، أن أكثر من 950 قتيل وآلاف الجرحى والأسرى يقدرون بال400 إلى 500، هذا المعلن من إسرائيل. طبعا أكيد هي إسرائيل دائما تضلل الأعداد ولا تعطي إلا ربع العدد، لذلك هنالك نقمة شعبية من داخل إسرائيل على الكيان لأنه ما عاد يجدي نفعا هذا العمل. أعتقد أن قوادم الأيام مفاجآت كبيرة تنتظر الإسرائيليين، خصوصا أن هنالك كذلك عنوان عريض من مجلة الجورنال الفرنسية يقول عسقلان تحت النار، هنالك صواريخ لم تضرب. وكذلك تطرقت إلى قضية مهمة بأن حماس استخدم أقل من 40% من ما يملك من أسلحته. إذن هنالك 60% من الأسلحة والمفاجآت التي سوف تتفاجئ بها إسرائيل. كذلك الجبهة الأخرى، الجبهة الشمالية وجبهة حزب الله، بدأت تتحرك. إذن هنالك أعتقد أن هنالك محاصرة ستكون على إسرائيل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة كما توقع الكثير من السابق واللاحق. أيضا نرحب بعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد فتحي كليب، ينضم مباشرة عبر سكايب من فلسطين. أهلا بكم سيد فتحي، وبداية نقل المعركة إلى داخل المناطق المحتلة وفي عمقها، مجرد هذه الانتقالة النوعية في الميدان، هل حسمت المعركة مقدما؟ هل انتهى بذلك الشعور المستوطنين بالأمان؟
تحية لكم، مساء الخير، كل التقدير والشكر للشعب العراقي الشقيق ولفصائله المختلفة على تفاعلهم يعني مع يوميات العدوان الصهيوني ومع الإنجازات الكبيرة التي تحققها المقاومة الفلسطينية. نعم، هو إنجاز تاريخي لم يسبق يعني أن حدث في تاريخ الصراع العربي يعني والفلسطيني مع العدو الصهيوني. هي المرة الأولى يعني التي تدور يعني فيها المعارك يعني داخل المجتمع الصهيوني نفسه، هي المرة الأولى يعني التي نتحدث بها عن خسائر صهيونية يعني لم يكن أحد يتوقع حصولها قبل تاريخ 7 من تشرين. نعم، نحن نقول أن هذا العدو عندما قيل في السابق أوهن من بيت العنكبوت، يتأكد اليوم أنه عملاق كرتوني سقط أمام أول تجربة جدية في مواجهات ميدانية مع فصائل المقاومة يعني التي لا تمتلك إلا إرادتها وعزيمتها وبسالتها وشجاعتها على المقاومة وإرادتها وإيمانها بحقها بهذه الأرض. بينما هؤلاء الجنود الصهاينة الذين جاءوا كمرتزقة من كل بقاع الأرض، رأيناهم كيف يفرون هاربين يعني من أمام ضربات المقاومة. لذلك أنا أقول هناك الكثير من الأسئلة اليوم: ما الذي حدث؟ لماذا هذا التوقيت من قبل المقاومة؟ هناك إعلام النظام الرسمي العربي للأسف الذي يعطي تبريرات للعدو الصهيوني بشن عدوانه تحت ذريعة أن المقاومة الفلسطينية هي التي بدأت. لكن أنا أقول يعني أن الكتاب والرواية يجب أن يقرأ من بدايته وليس من منتصف سطوره، لأن ما حدث الآن في قطاع غزة لا يجب أن ينظر إليه على أنه وليد ساعته، بل هو يعود إلى أشهر وإلى سنوات مضت عندما كان جنود الاحتلال الصهيوني يرتكبون عشرات المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا ننسى أن قطاع غزة هذه البقعة الصغيرة لكن الكبيرة بإرادتها وبعزتها وكرامتها، هذه القطعة التي لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع محاصرة منذ نحو 17 عام، محاصرة من البر، محاصرة من الجو، محاصرة من البحر. الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة يموتون جوعا، المرضى لا يستطيعون الحصول على الأدوية الضرورية، أبناء الشعب الفلسطيني لا يستطيعون الحصول على مستلزمات الحياة اليومية. وهناك من يأتي ليقول: لماذا قمتم بما قمتم به؟ الأهم من ذلك أن هذا محتل صهيوني، وفي كل أعراف الدنيا المحتل ليس فقط حق للشعب الفلسطيني بل واجب الشعب الفلسطيني أن يقاومه. لذلك فإن معركة يعني طوفان الأقصى تأتي في سياق الرد على كل ما ارتكبه جنود الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. إذن سيد فتحي، يعني المقاومة الفلسطينية كانت تتوقع وفقا لحديثك هذا الرد الإسرائيلي الصهيوني القاسي على قطاع غزة، لكن قساوة هذا الرد الصهيوني ألن يجبر المقاومة الفلسطينية على التراجع عن هذه العملية؟ لا، هي ليست المرة الأولى، نحن يعني بتنا نفهم هذا العدو، جربناه أكثر من مرة، جربناه في قطاع غزة، جربناها في لبنان في عدوان تموز عندما يعني حاول الاحتلال الضغط يعني على المقاومة من خلال الشعبية، من خلال استهداف يعني المدنيين والمنشآت السكنية. هذا الاحتلال بالفشل الاستخباراتي، بالفشل الأمني الذي يعني لم يستطع حتى هذه اللحظة يعني استهداف بطارية صواريخ واحدة، بنك أهدافه هي المنشآت المدنية، هي منازل المدنيين، هي الأطفال، هي النساء،
هي كبار السن، هي منشآت الأمم المتحدة الأونروا. لذلك نقول أن هذا الاحتلال نعم هو يمتلك القوى التدميرية وهذا أمر معروف للجميع، لكن هذا أمر سلاح ذو حدين، يعني لا يعتقد العدو. صحيح أن هناك بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطوا العدو شيكا على بياض كي ينهي مهمته خلال فترة زمنية، لكن بالتأكيد هذه الفترة ربما ستطول ولن يحقق أهدافه. نحن طيب. لدينا تجربة في عام 2021 في معركة سيف القدس، عندما أعطت الإدارة الأمريكية فرصة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، خلال 10 أيام تم الاتصال 12 مرة ما بين البيت الأبيض والعدو الصهيوني، لكن كانت إجابة العدو أنه غير قادر على تحقيق أي صيد ثمين كما يعتقدون، مما قاد بالنهاية إلى يعني أن من استجدى وقف إطلاق النار هو العدو الصهيوني. لذلك أنا أقول بالنسبة إلينا كفلسطين كفلسطينيين، التحدي الآن أمامنا هو أن نصمد يعني في أرضنا، هو أن نصمد يعني أمام هذه الهمجية. نحن نقاوم، نعم المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى الجزء اليسير فقط من قدراتها، وبإمكانها أيضا أن تؤذي الاحتلال أكثر. نعم نحن نراهن على أكثر من عامل، نراهن أول على صمودنا، طيب. على قوة وصمود مقاومتنا، نراهن أيضا على شعوبنا العربية والإسلامية أن تنزل إلى الشوارع دعما للشعب الفلسطيني، وأن تضغط على حكوماتها من أجل مواقف يعني ترتقي إلى الحد الأدنى من المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لأن هذه المعركة هي ليست معركة الشعب الفلسطيني، بل هي معركة الشعوب العربية ومعركة كل الأحرار في العالم. عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ فتحي كليب، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من فلسطين، شكرا لك سيد فتحي. أود لك أستاذ نبيل، الرئاسات العراقية، دور العراق في هذه القضية سيد نبيل، الرئاسات العراقية الثلاث عبرت عن مواقف العراق، مواقف رسمية وشعبية وثوابته بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ما الذي يعني هذا بالنسبة للقضية الفلسطينية وخصوصا دور العراقي؟ يعني أن هنالك فهما واضحا وتفهما عاليا للقضية الفلسطينية، لا أحد يمكن أن ينكر هذه التضحيات، وما جاء في البيانات هو معروف للعراقيين وفهمهم وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية، وكانت حتى تصريحات الأخيرة للسيد السوداني في موسكو وتصريح الذي ظهر به السيد مقتدى الصدر وكثير من القيادات بأنه هو شرف المقاومة ويجب أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه، وأن تكون هنالك إدانة لإسرائيل ووقف لإطلاق النار، هذا مهم جدا. إسرائيل ما عادت كإسرائيل قبل 25 أو حتى قبل 12 سنة، إسرائيل تتراجع إلى الوراء، هي تشكلت لو نرجع شوية للتاريخ، هي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية اللي انتهت بال 45 وصارت إسرائيل بال 48 كقاعدة أمامية لهم. حتى المجتمع الغربي والدول اللي شكلت هذا الكيان تراجعت وتغيرت الأمور، وما عادت هذه الدول يعني القطبية ما عادت هي تنفعها، وشوفت حتى هنالك تشظي داخل المجتمعات عفوا الدول الأوروبية مع ضد هذه الهجمة. كذلك حتى العقيدة طيب. اليوم اللي قاتل بها الجندي الإسرائيلي هي ليست عقيدة 67 حينما كانت هنالك انتصارات لهم، اليوم أكو فشل ذريع داخل، أكو تشتت، أكو تشرذم، هذا كله أدى إلى أن تكون هنالك حقيقة نقمة على المتصدين للكيان الصهيوني. كذلك قضية مهمة، اليوم الشعب العراقي بكل قياداته وبكل ميوله وبكل اتجاهاته ومشاربه، الكل في بودقة واحدة، اليوم تركنا الخلافات السياسية، ما عندنا اليوم أي خلاف أمام القضية الفلسطينية، هذا يعني أن العراقيين هذه نقطة مفصلية يمكن مهمة سيد نبيل، يعني قضية توحيد الساحات، ما مدى أهمية توحيد الساحات وتوحيد المواقف السياسية المختلفة في الأطراف العراقية، وهذه الدعوات التي خرجت لدعوة الشعب للتظاهر و
انطلاق مسيرات جماهيرية لدعم ومؤازرة معركة طوفان الأقصى. سيد نبيل، هذا طبعا مهم، وهذا هو استثمار النصر، وهذا هو توحيد الشعوب. أول قضية هي كانت هي اليوم ما عندنا مسميات في التظاهرات، تظاهرات مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي والإسرائيلي، والملايين التي ستخرج فقط هي ترفع العلم العراقي والعلم الفلسطيني دون أي توجهات حزبية أو توجهات مذهبية. لذلك الذي وحد العراقيين، الذي وحد العراقيين هي تلك المشاكل التي تأزم، التي تضرب بفلسطين. ودائما العراقيين يجتمعون في المحنة الكبيرة هي محنة فلسطين. لذلك نعتقد هو استثمار النصر مهم جدا، ويجب أن تكون هنالك حقيقة وقفة حقيقية. هذه الوقفة العراقية التي ستهز العالم، ستصل إلى الشعوب، عفوا الدول المطبعة. طبعا لا. الشعوب هي ليست ذاهبة مع هذه الدول المطبعة. الكيان الإسرائيلي ما عاد ينفعهم، هي أمريكا اليوم هي ما عادت تنفع هذه الدول، وليست هي شرنقة أو غطاء. إذن كيف يمكن إسرائيل ستدافع عنهم؟ لذلك يجب من الآن مراجعة ما حدث. هناك تغيرات بالمواقف حسب فهمي وحسب رؤيتي وحسب تحليلي للمشهد، أن هناك تغير بالمواقف بدأ يطفو على السطح خلال 24 ساعة المنصرمة مع الدول تغير من خطابها ومن منهجيتها، بدليل أن هناك كثير من القوافل والمساعدات ستذهب إلى فلسطين. هذا يعني أن هذه الحرب قد يعني نهت، عفوا، والكلام الذي يحدث، وكان هنالك تعايش يمكن أن يعيش الشعب الفلسطيني مع الشعب الإسرائيلي، ويمكن أن تكون هنالك دول مطبعة. طيب. هذه الحرب أنهت. أسألك تحديدا عن موقف السعودية سيد نبيل. بالأمس محمد بن سلمان أعلن عن استعداد المملكة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واليوم هو يعلن دعم الكامل للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. يعني أستاذ بشار، التاريخ ما يرحم، التاريخ صعب جدا وقاسي جدا على أي شخصية أو أي دولة أو أي إنسان يتماهى مع الكيان الصهيوني. هذا الكيان، هذا الورم السرطاني لا يمكن أحد أن يتعايش معه، وأي دولة تتماهى أو تذهب معه فهي لن يرحمها لا التاريخ ولا الشعوب التي هي أكيد ستقول قولتها. أنا برأيي وبتقديري يجب المراجعة الفورية لما حدث. ما معقول اليوم يتباهى نتنياهو بأنه يقطع الكهرباء والماء والغذاء عن غزة. هي هاي الحرب؟ يعني كيف يمكن أن تكون الحرب بهذا الشكل؟ ما 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 علاقة الأطفال والنساء اليوم يتباهون بقتل الأطفال والأبرياء؟ إذن على كل الذين يعني لا زالت لديهم ميول واتجاهات نحو إسرائيل عليهم أن يراجعوا المواقف، لأن المرحلة صعبة جدا، ومرحلة تصحيح الأخطاء التي حدثت طيلة الفترة. العالم بدأ يتغير، العالم كله مع الشعب الفلسطيني، وحتى الدول الغربية التي كانت تتعاطف مع إسرائيل اليوم غيرت من صورتها ومنهجها. طيب بالنسبة للعراق سيد نبيل، كيف تنظرون إلى التهديد بدخول العراق مباشرة على خط المعركة في حال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة الكيان الصهيوني وإحضار هذه حملة الطائرات الكبيرة قرب إسرائيل؟ أكيد هو استعراض عضلات للولايات المتحدة الأمريكية. هي دائما تروج وبروباغندها معروفة يعني بأنها موجودة، وهي لا زالت القطب الواحد والأوحد. لا أعتقد أنها ستجازف، وإن جازفت فسيكون الرد قاسي سواء من طهران أو من الدول القريبة، لأنها تعرف جيدا ما هي الأسلحة الموجودة في تلك المنطقة وحجم هذه الأسلحة وقوة هذه الأسلحة. لذلك أنا أعتقد أنها إن جازفت في الضربة أو التدخل العسكري، فأعتقد أن المآلات خطرة وكبيرة على حتى مصالح أمريكا في الدول العربية والغربية. لذلك أنا برأيي أنها سوف لن تقدم على هذه. تقصد أنه إذا فعلا تدخلت أمريكا عسكريا في هذه العملية، في هذا الصراع، ممكن أن تدول هذه المعركة وتصبح إقليمية أو دولية؟ أنا أشوفها حرب عالمية ثالثة راح تكون، لأنه ما ممكن الدول والأقطاب، يعني يوم لاحظ حتى التصريح الروسي، لاحظ حتى التصريح الصيني، هنالك تعاطف كبير، وهنالك الموقف الإيراني الذي عبر عن الموقف الرسمي. الكثير اليوم من الدول الداعمة ما ممكن أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتدخل بهذه الرعونية وتدخل إلى، على سبيل المثال، يعني هنالك سمعنا أن هنالك ستكون حرب برية.
لا أعتقد أنها ستجازف بهذه الطريقة إلا إذا كانت هنالك غباء سياسيا موجودا. أعتقد ستكون الويلات والكوارث أكيد موجودة في المنطقة، والمنطقة ستشتعل. يعني ما ممكن القبول بهذا هكذا تصرفات، لأن العالم أنا بتقديري ما عاد يرضي بأنصاف الحلول. إن حدثت هذه الكارثة وإن حدث هذا الموقف، أنا أعتقد أن سيكون هنالك ردا مزلزلا من كل القوى، من قبل حزب الله، من قبل المقاومة العراقية، من كل أحرار العالم. أرجع لك إلى حزب الله. دليل كلامك اللي انعكس قبل يومين بفشل أمريكا بإيجاد إدانة لعملية طوفان الأقصى بالاجتماع اللي دعت إلى أمريكا، اجتماع مجلس الأمن، ولم يكن هناك إجماع على إدانة هذه العملية؟ أكيد الولايات المتحدة متخبطة يعني في قراراتها ومستعجلة، وحتى اليوم هنالك انقسام داخل الولايات المتحدة نفسها، وحتى اليوم الشعب الأمريكي هو غير راضي وناقم على هذه السياسات التي أوصلت الحالة المزرية إلى ما هي عليه الآن. هنالك تخبط في قرارات بايدن، هنالك استجوابات حسب ما فهمنا عاجلة ستكون، لأن اليوم ما ممكن الولايات المتحدة ستكون هي الراعي والقطب الذي كما أسلفنا المتحكم في المنطقة، لأن القضية الفلسطينية هي ليست قضية لشخص ولا لدولة، هي قضية منهج ورؤية وتصور لأحرار العالم. كل أحرار العالم اليوم يعني لديهم مواقف، ما ممكن اليوم التدخل منفرد لدولة واحدة هي التي ستسيطر على المشهد. بالتالي أنا أعتقد فشل الولايات المتحدة في أن تأخذ قرارا، وهذا القرار التي يمكن كانت تروج له وستأخذه مجلس الأمن وهي إدانة، أعتقد هو رد شافي ووافي بأن اليوم العالم تغير وليس العالم كما كانت تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا بتقديري يجب أن نستثمر هذا الانتصار وتتوحد الشعوب العربية، وأن تكون هنالك حقا يعني حسب ما فهمنا أن هنالك بعد قليل هنالك يعني اجتماع عاجل يعني لمجلس التعاون، عفوا مؤتمر التعاون الإسلامي، وكذلك بعد أيام مؤتمر القمة العربية سيكون اجتماع عاجل. لذلك يجب أن تكون هنالك ليست كباقي الاجتماعات مجرد إسقاط فرض، يجب أن تكون هنالك قرارات، هذه القرارات تهدف ويعني تدفع بإنهاء هذه الأزمة والصراع، وأن يكون موقف لهذه الدول لأن الشعب يقدر كل هذا. كموقف الإمارات سيد نبيل، هناك مصادر من ضمنها قناة الميادين أكدت أن الإمارات أرسلت طائرة بوينغ 777 بها محملة بمساعدات إلى الكيان الصهيوني. يعني هذا الغريب حقيقة، ولحد الآن يعني هنالك يعني إذهلال، وهنالك يعني لحد هذه صدمة كبيرة في الوسط. كيف يمكن أن ترسل لإسرائيل؟ حسب ما فهمنا يجب أن ترسل إلى فلسطين، لأنه الموقف العربي يجب أن يكون موقفا صارما، يعني ما معقولة أنت اليوم كشعب عربي لن تساند أخيك العربي مهما كانت المشكلات ومهما كانت الظروف ومهما كانت كل حتى لو كانت هنالك تقاطعات، ويعني بس القضية هي قضية موقف. اليوم الذي يسجل موقف أنا أعتقد التاريخ سيسجل كذلك موقف، لأنه ما ممكن الشعوب ترحم هذه الدول التي تماهت وأعطت لإسرائيل ما لا تستحقه. هي نفسها النقمة التي حصلت في داخل الكيان وداخل الكنيسة، هناك انقسام، كيف يمكن أن تتماهى الدول العربية مع هذا الكيان؟ لذلك أنا أعتقد يجب أن تكون مراجعة عاجلة وجدية خلال الساعات القليلة القادمة من قبل أي دولة يمكن أن تطبع أو تعطي يعني أسلحة أو تفتح حتى المجال الجوي للطائرات، وحسب ما فهمنا أن دول يمكن أن تفتح مجالها الجوي لأمريكا حتى تقصف إسرائيل أو إسرائيل تقصف الفلسطينيين عفوا. لذلك أعتقد هذه اللحظات هي لحظات تاريخية، ويجب مراجعة كل هذه المواقف، لأن الشعوب يمكن أن تتفض في أي لحظة على الحكام في هذه الدول التي تتماهى مع إسرائيل. طيب، مقابل كل هذه المعطيات والقراءات سيد نبيل، ممكن أن يتجرأ نتنياهو على الاجتياح البري لغزة؟ هذا طبعا حتى حماس قالوا قبل يعني أقل من 24 ساعة، قالوا ليأتوا وليروا ما هي الأسلحة التي لدينا، ونحن يعني فرحين إذا كانت هنالك قطاعات عسكرية تأتي، لأن يعرفون اليوم حماس تختلف عن حماس قبل 4 سنين، والذي كان هنالك يعني كانت إسرائيل تقول إن الحجارة ويتكلمون، اليوم تحولت الحجارة إلى صواريخ. لذلك إن جازفت إسرائيل وأن يكون هنالك اجتياح بري، أنا أعتقد تلاحظت هنالك صواريخ موجهة، هنالك أسلوب تكتيكي عالي المستوى، تغيرت الملامح، هنالك
نهجية قتالية جديدة، هنالك تكتيك عسكري جديد، لأنه اليوم المجازفة عن طريق البر سيقضي على إسرائيل وسيقتل كل الجنود الذين يمكن أن يأتون عن طريق البر. ولذلك نعتقد أن إسرائيل هي لا تجازف بإرسالهم، هي دائما تستخدم يعني القوات الجوية لأنها دائما تبعد يعني أهدافها عن نيران المقاومة. لكن إذا كانت هنالك مواجهة حقيقة، نعتقد المنتصر الأول والأخير هم المقاومين الفلسطينيين، لأن هنالك وحدة قرار داخل المجتمع الفلسطيني وتوحدت كل الفصائل، يعني الفصائل المقاومة الفلسطينية. بالتالي أنا أعتقد أن وحدة القرار الفلسطيني ووحدة القرار المقاوماتي سيزعج الكيان الإسرائيلي، وسوف لن يستطيع أن يجازف بقواته، لأن اليوم الأسرى حسب ما وصلنا يعني أعدادهم وصلت لأكثر من 400 أو 500. هذا كيف يمكن هم أسير واحد فاضوا عليه على خمسة؟ لا، لكن سيد نبيل، إسرائيل تقول ماكو تفاوض على الأسرى، هذه سابقة لأول مرة تحدث. برأيك لماذا تخلت إسرائيل عن أسراها؟ ما دلالات ذلك؟ لا تفاوض ولا نفاوض على الأسرى؟ هذا كله أنا بتقديري بروباغندا إعلامية تطلقها إسرائيل لتقلل من حجم الانتصار الذي حققته المقاومة، لأنه لأول مرة حتى في التاريخ الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية لم تخسر إسرائيل يعني عدد من يعني هؤلاء الذين تعتبرهم جنرالات وتعتبرهم قادة، يعني مو أشخاص عاديين. لذلك هي من تطرح هكذا قضية، هي تعرف جيدا بأن هؤلاء هم ذات قيمة بالنسبة لهم، وستفاوض عليهم وسيكون هناك تبييض للسجون، لأنه إسرائيل لحد الآن يعني لم تحاكم الأسرى، ولكن تقبع في السجون إسرائيل الكثير من الشباب الذين ليست لديهم أي قضية هي سوى المقاومة. لذلك نعتقد هذه البروباغندا التي تحاول تصورها بأنها ستتخلى عن أسراها، لا، بالتالي هي تدفع بأن يكون هنالك تفاوضا عالي المستوى، وهذا التفاوض سيكون قريب جدا. ولكن من الذي سيفاوض هذه المرة؟ الذي سيفاوض هذه المرة ويحدد وقت التفاوض هي المقاومة، لأن المقاومة اليوم صوتها أعلى ويعني سلاحها أقوى، وتختلف عن عما كانت هنالك المقاومة، يعني المفاوضات تأتي من دولة أو برعاية دولة. اليوم المقاومون هم الذين صرحوا، قالوا إننا سنحدد الأيام وسنحدد الوقت إذا كان هنالك تفاوضا. اليوم التفاوض بعيد عن اليوم، أكو ساحة وأكو قتال، اليوم أكو أهداف ستحدد وسترسم، وهنالك يعني إحنا بنتكلم عن البر والبحر والجو. لأول مرة اليوم يعني المقاومة تستخدم طائرات الشراعية، هذا لم يكن، ولأول مرة نستخدم ضفادع بشرية يعني تسير إلى مئات الأمتار، وكذلك استخدموا الأرض ولأول مرة اقتحام بهذه الطريقة. خلينا نروح لبنان، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من هناك المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة. أهلا بكم أستاذ حسين، وبداية هناك تحمس واندفاع كبير من آلاف الشباب من لبنان، من اليمن، من العراق، من إيران وسوريا، من أجل المشاركة في طوفان الأقصى في هذه المعركة الكبرى. برأيك سيد حسين، ما مدى أهمية هذه المواقف العربية والإسلامية؟ حياتي ضيفك الكريم المشاهدين ولمحطتك العزيزة. يعني الأمور الآن هي تأخذ منحى معين. الصراع في فلسطين في غزة، بين غزة والكيان الإسرائيلي المؤقت، هو صراع استراتيجي بدون شك. يعني لم يعد هناك تكتيكات، إنما هناك صراع يبدو أنه حاسم ويتجه باتجاهات لا يمكن أن يمتلك أحد غير اللاعبين في هذا الصراع، السيناريو المحدد الذي يمكن أن تذهب إليه الأمور. ولكن فيما يتعلق في ساحات المقاومة التي هي اليوم تراقب وتحلل وتدير الأمور بشكل عام، هي تتعاطى مع الواقع الجديد بتكتيكات محددة قد تؤدي لاحقا إلى نشاط استراتيجي يعني يهدف إلى فتح الصراع مع إسرائيل من كل الساحات. الآن طالما أن الصراع قائم بين المقاومة الفلسطينية
وبين الجيش الإسرائيلي والأمريكان والأوروبيين الغربيين، فنحن يعني نقف على أهبة الاستعداد في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي إيران. كل هذه الساحات اليوم موحدة في ساحة واحدة، ويدار الصراع بشكل ذكي ومقتدر. أستاذ حسين، للأسف فقدنا الاتصال مع أستاذ حسين. أعود لك سيد نبيل. كان أستاذ حسين بيروت يتحدث عن ضرورة وحدة الساحات، لكن حقيقة سيد نبيل، هل يمكن لهذا المفهوم أن يجد تطبيقات العملية على أرض الواقع في معركة طوفان الأقصى خصوصا؟ أكيد اليوم هنالك نقمة شعبية، هنالك امتعاض من الذي حصل، وخاصة حينما يعني حوصرت غزة بقطع بالمياه وقطع الماء والغذاء، يعني أن الكيان ارتكب مجزرة لا تختلف عن مجزرة صبرا وشاتلة وقضية المجازر التي حدثت طوال تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن هذه المرة كانت هنالك رعونية في الحدث، وكانت هنالك تماهي مع نوع الأهداف التي قصفها، أبراج سكنية يعلم جيدا بأنها أبراج سكنية، ولكن مع الأسف تماها في الدم، وهذا الذي حصل لا يمكن السكوت عنه. المواقف الشعبية ستكون حاضرة خلال الساعات القليلة القادمة، وهي تعبر عن مطامح هذه الشعوب للخلاص الأبدي من هذا الورم الذي كان يعني داخل جسد هذه الأمة التي بدأت تنازع ولا تريد هذا الجسد بشتى الطرق. ولكن المهم في هذه القضية هو موقف الدول التي لا زالت مع الأسف حتى في تصرفاتها وفي فضائياتها وفي إعلامها هنالك لم يتماهى مع الحدث، وهنالك فضائيات لم تذهب حتى بالسؤال او كتابه هذا الحدث، ولا كانه هنالك حدثا جللا حدث في المنطقه، لا زالت لم ترعى ولم تراعي هذا الحدث الكبير. انا اعتقد انها في تخبط، ويجب ان تكون ذات يعني وحده هدف وقرار، لان الشعوب هذه التي ستنتفض وستقول كلمتها خلال الساعات القليله القادمه لا يمكن احد ان يسكتها او يخرسها، لان الصوت العربي حينما يقدح بالحقيقه والفاصل الزمني الذي حتى تنبأ به الشيخ أحمد ياسين إذا تتذكر أستاذ بشار، يعني قال في أبعد الحدود في سنة 27 ستنتهي إسرائيل من الوجود، وهذا الذي حدث. وتكلم عن الأجيال، كل 40 جيل، كل 40 سنة يتغير جيل، وإحنا بالجيل الأخير اللي هذا الجيل المقاومة، جيل الذي لا يخشى الدم، لا يخشى عفوا الصواريخ، ولا يخشى المسيرات، ولا يخشى أي شيء. وهذه القبة الكاذبة، القبة الحديدية التي أوهم العالم بها بأنها ستصد وتمنع أي صاروخ، 3000 صاروخ بأقل من ساعة دخلت المستوطنات ودكت إسرائيل. إذن القاعدة التي كانت تنطلق منها إسرائيل هي ليست القاعدة التي كانت تروج لها بأنها التي تملك من الصواريخ وتملك من العسكر وتملك من الجيش الجرار، هذا الجيش الذي اليوم أكثره قد فر من الخدمة العسكرية. هنالك تذمر داخل الكيان، هنالك تذمر من كل السلوكيات التي حصلت، ولا أعتقد أن حتى الإسرائيليين اليوم الذين يعني أكثرهم يذهبون للجوء إلى الدول الأوروبية سوف تكون هذه ردة فعل يعني موجودة خلال الفترة القليلة القادمة. لذلك أعتقد المراجعة يجب أن تكون من هذه الدول التي لا زالت تتماهى مع إسرائيل، وبالتالي يمكن أن تسجل موقفا خلال الساعات القليلة القادمة. نعود مرة أخرى إلى أستاذ حسين من بيروت. نعتذر لانقطاع الاتصال. أستاذ حسين، كنت تتحدث عن وحدة الساحات، لكن فتح عدة جبهات على الكيان الصهيوني، هل فعلا يمكن أن يكون بداية النهاية لزواله؟ يعني الآن راقب الجبهة الشمالية في لبنان، جبهة الجنوب في لبنان، الشمال في إسرائيل. ما يجري الآن هو نوع من الإشغال، يعني مناوشات على الحدود، قصف مركز هنا والرد بقصف مركز هناك، سقوط شهداء هنا، سقوط قتلى هناك. يعني هذه الأمور هي نوع من الدعم غير المباشر لما يجري في غزة للغزاويين، للمقاومة
فلسطينية، ولكن إذا وصلت الأمور إلى حد أن إسرائيل تريد أن تستفرد قطاع غزة وأن تجتاحه بريا وتسويه في الأرض وتهجر أبنائه، فمعنى ذلك عندها لن يسمح بذلك وستتفجر كل الساحات بوجه إسرائيل، من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن واليوم وإلى إيران. اليوم أعلن السيد الحوثي من اليمن أن اليمن جاهز إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدعم إسرائيل في هذه الحرب، اليمن جاهز لاستخدام كل ما لديه من مقدرات عسكرية من صواريخ وطائرات مسيرة وما إلى هنالك من معدات حربية ومعدات عسكرية، وهو يعني ذلك أنه يعد العدة لدخول الحرب إذا احتاج الأمر ذلك. اليوم نحن انتظار بين ساعة وأخرى قد تتغير الأمور، ولكن لا نستطيع أن نحسم بالقول أن الأمور ستذهب إلى هذا الاتجاه أو إلى ذاك، فهناك سيناريوهات مفتوحة وكلها طيب. واردة في ما ستجري إليه الأمور. طيب، لكن حاليا أكو ترقب إذا ما كان هناك استعداد أو فعلا سيتجرأ نتنياهو على اجتياح بري لغزة، وكان هناك تهديد من حزب الله من السيد حسن نصر الله بالتدخل والدخول على خط المواجهة في معركة طوفان الأقصى والمشاركة فيه، لكن ما مدى جدية حزب الله بالمشاركة فعليا في هذه المعركة، والاحتكاك بدأ فعلا في الجنوب اللبناني؟ يعني نتنياهو الآن في حكم المنتهي سياسيا، يعني هو في حالة موت سياسي، انتهى في السياسة. ويمكن أن يقدم على أي شيء إذا لم يكن هناك من يكبح جماحه، وتحديدا أعني بذلك أمريكا. إذا الولايات المتحدة الأمريكية وضعت له حد في هذه العملية وقالت أين يمكن أن يقف وأين يمكن أن يعتبر هو والإسرائيليين والإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي رد جزء من هيبته أو هيبته، فيمكن هذا يعني أن يتم هذا الأمر. أما إذا ترك على رأسه فإن نتنياهو يعني هو يعني أنا باعتقادي أنه لن يتورع عن فعل أي شيء اليوم، لأنه يعتبر نفسه أنه مجروح جرح بليغ لن يقوم منه. طيب، جدلا سيد حسين، لو تخلص نتنياهو من هذه المواجهة العسكرية الأمنية، شلون راح ممكن يخلص نفسه من أحزاب المعارضة الإسرائيلية اللي تنتظر فرصة للإيقاع به بعد هذا الفشل الذريع من الجانب الأمني، وهناك تحديات مجتمعية في الداخل الإسرائيلي، أزمة اقتصادية، تظاهرات، عصيان عسكري أيضا؟ يعني هناك اليوم ما يمكن أن نعتبره نوع من الصمت داخل إسرائيل، هناك يعني نخب تكتب حقيقة الحقائق أن إسرائيل انتهت، أن المشروع الإسرائيلي بلغ نهايته، على الإسرائيليين أن يرحلوا. أنا أقرأ هذه الكتابات من النخب الإسرائيلية في الصحف الإسرائيلية، ولكن ما يعول عليه هو مواقف المعارضة. المعارضة اليوم أمام خيارين، الخيار الأول هو ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من نتنياهو بأن يعاجل إلى إنشاء أو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد توحيد الساحة في إسرائيل من أجل مواجهة الأزمة الرهيبة التي تمر بها وحالة الاضطراب الكبير التي يعيشها الإسرائيليون رسميا وشعبيا. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن قضية إسرائيل اليوم هي قضية داخلية بالنسبة لها لأمريكا، وليست قضية خارجية كما قضية أوكرانيا مثلا أو قضايا أخرى في العالم تنخرط فيها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تعتبر إسرائيل ولاية من الولايات الـ 52 الأمريكية، وأصبحت ولاية 53. لذلك باعتقادي أن بايدن قدم أمريكا على أنها
هي لب صراع، يعني أنها عدو يتفوق العداء على إسرائيل، يعني يحاول أن يحمي إسرائيل وأن يوجه كل الضغط على قوى المقاومة في المنطقة. طيب، وعلى أعداء. إذن إذا تسمح لي قاطعك أستاذ حسين، أمريكا لن تسمح بأي سيناريو فيه زوال إسرائيل أو خسارة هذا الكيان المغتصب. بالمقابل، هذا التدخل الأمريكي المؤكد بالمستقبل القريب ممكن أن يدول هذا الصراع في المنطقة سيد حسين؟ يعني لا أحد يشك اليوم بأن إسرائيل في انتكاسة. نعم. يعني هي اليوم إسرائيل خطت أول خطوة إلى الوراء، يعني لم تعد هي الدولة الأقوى، ما زالت قوية، ولكن في هناك أقوياء في المنطقة ربما يفوقوها إذا تجمعوا، وحتما يفوقونها لأن لديهم قضية، والشعب الإسرائيلي اليهودي الصهيوني في إسرائيل لم تعد لديه قضية وطن، لديه قضية حياة. يعني اليوم يعيش في إسرائيل على أنها بلد توفر له الأمان، توفر له العيش الكريم، يعني يستطيع أن يترزق فيها، ولكن لم يعد اليهودي اليوم الصهيوني في إسرائيل كما كان الصهيوني في منذ عام 1947 إلى عام 1973 إلى عام 2000 إلى عام 2006 إلى اليوم. هذه عملية تراجع في إسرائيل. اليوم السقطة الأكبر، معركة غزة اليوم هي السقوط الأكبر لإسرائيل، والذي ليس لا. بعده من تقدم، يعني سيتوالى السقوط الإسرائيلي إلى أن قد نصل إلى النبوءة التي نتحدث عنها أو التحليل الذي يقدم لنا زوال إسرائيل، وخصوصا تحديد وقت كما قال ضيفك الكريم، وأنا سمعت هذا الكلام من المرحوم الشيخ أحمد ياسين أنه في عام 27 ترحل إسرائيل من المنطقة. هذا كان تصريح مسجل يمكن من الشيخ ياسين رحمه الله. طيب، دعني أيضا أعود إلى سيد نبيل من بغداد. سيد نبيل، أعود إلى ضرورة توحيد المواقف وأهمية توحيد المواقف، وهنا أود أن أتحدث عن الموقف السعودي الداعم كما أعلن الأمير محمد بن سلمان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بتناغم مع الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية، وهذا دعم مؤكد منذ عقود، لكن ما مدى أهمية توحيد المواقف بين طرفين؟ بالأمس كانوا خصوم، والآن أكو علاقات متبادلة صارت بين الطرفين، كيف ستنعكس بالمقابل هذه المواقف على القضية الفلسطينية والصراع الحالي؟ لا، أكيد هي السياسة متغيرة ومتغيرات كثيرة. ما حدث أخيرا والموقف الذي يعني سجله محمد بن سلمان أكيد يحسب له، ولكن يجب أن يتبعه مواقف حقيقية وليست مواقف لأجل الإعلام فقط ولأجل القضية الفلسطينية وتنتهي بزوال الأزمة أو المشكلة أو الحرب. لا، القضية تحتاج إلى فك الارتباط الموجود مع إسرائيل. هناك ارتباط موجود، وتصريح يعني كان واضح جدا من محمد بن سلمان بأنه نحن وصلنا إلى مراحل كبيرة في عملية التطبيع، ولكن هذا الموقف هنالك متغيرات أكيد حصلت، ولذلك أنا أرجع الكلام اللي تفضلنا أنا وياك به، بأنه يجب أن تكون مراجعة. جميل جدا أن تكون هنالك مراجعة في هذا الوقت الحرج، وخاصة وقت النكبات والأزمات. قضية أمة مجروحة فلسطين وليست قضية أحد، وليست قضية يعني قضية عادية، هي قضية وطن، قضية إيمان، قضية مبدأ. لذلك هذه المواقف أنا بتقديري أكيد يسجلها التاريخ للأشخاص الذين يقفون مع الحق وليس مع الظالم. بالتأكيد اليوم يعني المراجعة واجبة جدا، وخاصة من هذه الدول التي تملك المال ولديها النفوذ في المنطقة. القضية هي كذلك، إذا رجعنا إلى نحلل نوع من الواقع الذي حصل، إسرائيل اليوم هي ليست إسرائيل كما كانت، يعني كما تفضل ضيفك قبل 20 أو قبل 15 سنة، ما مرت بهكذا هزائم يعني ومخزية.
أمام المجتمع الدولي. اليوم الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية جسدت أروع البطولات من خلال حتى التصوير اللحظوي، وهي أول مرة تحسب بأنه أي عملية تصور في نفس اللحظة وتنقل للعالم بأنه هذا هو المقاومين وهذا هم جهادهم. وبالتالي اليوم أمام العالم كله يرى بأن هذا الشعب لا يمكن أن تنطلي عليه الأكذوبة، العيش المشترك والعيش تحت مدينة قسمين، قسم الصهاينة وقسم الفلسطين. ماكو جدول اليوم، هم نفسهم الإسرائيليين يعني يروجون فيما بينهم. ما عادت إسرائيل خيمة لهم وتجمعهم، ما عادت هي الدولة الرغيدة والتي يحلم بها الناس الذين يعيشون. بالتالي هي الهجرة العكسية التي حدثت والرعب والصدمة التي حصلت في إسرائيل، أنا أعتقد ستراجع الكثير من القرارات، وهنالك حتى في الكنيسة والمعارضة سيقولون قولتهم بعد أن يعني تخمد هذه النيران. وأنا أعتقد سترسم خارطة جديدة في المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة. سيد نبيل، بالنسبة لمن كان يعول على حمايته من قبل الكيان الصهيوني، تعتقد بعد أن شهد عدم تمكن الكيان من حماية نفسه وفشل قبته الحديدية بصد هذا السيل من الصواريخ وهذا الطوفان من الصواريخ الفلسطينية، تعتقد من كان يعول هذا التعويل على الكيان راح يراجع نفسه، يراجع موقفه؟ بالتأكيد هي مرحلة مراجعة ومرحلة الركون للعقل والمنطق ومرحلة دراسة الجدوى وكشف حساب ما الذي يمكن أن تستفاد منه الدول من إسرائيل. إذا كانت هنالك حقيقة جدوى فهي جدوى في التعاضد العربي الإقليمي الوحدوي، لأنه ما ممكن العالم اليوم يقبل بهكذا انتهاكات. حتى الذي يسكت العالم سوف يدين سكوته. ما عادت الاستنكارات تجدي نفعا وما عادت الشعارات تنطلي على هذه الشعوب. بالتالي أنا بتقديري نعم أن هنالك مراجعة ستكون واجبة الوجود، يعني ما ممكن شعب يقصف بهكذا أسلحة دمار شامل ويحاصر بهذا الشكل، وتجي يعني دول ورؤساء دول يستنكرون أو يشجبون أو حتى يصمتون. وبالتالي الموقف الذي يمكن أن يكون هو موقف وحدة شاملة، وخاصة على الشعوب العربية، على القادة العرب أن يتوحدوا في هذه المحنة، وإلا لا توجد محنة يمكن أن توحدهم خلال هذه المحنة. وأنا بتقديري يمكن أن تكون هنالك مراجعة ويكون هنالك قرارات مهمة للشعب الفلسطيني. أعود لك أستاذ حسين، اليوم هناك مساعي حثيثة من قبل الكثير من الأطراف الدولية للركون إلى التهدئة، إيجاد هدنة أو مفاوضات، رغم رفض كل الطرفين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني رفضهم، أعلنوا بأكثر من مناسبة للركون إلى التفاوض. لكن تعتقد أخيرا سوف تلجأ الأطراف إلى التفاوض، إلى التهدئة حقنا للدماء؟ يعني نحن اليوم نستمع إلى ما تقوله حماس، ما تقوله قيادة حماس. نعم. وهم يقولون أن التفاوض على الأسرى لا يمكن أن يكون تحت النار. وهذا يعني أنهم هم يقولون الآن بالتهدئة على شرط أن تجري مفاوضات على الحقوق الفلسطينية وعلى جميع البنود التي تشكل جدول أعمال لدى الفلسطينيين، أولها فك الحصار عن القطاع عن غزة. ثانيا إطلاق الأسرى، سراح الأسرى. ثالثا الالتزام بالقانون الدولي والإجلاء عن الأراضي المحتلة في غزة وفي الضفة الغربية. يعني هناك مستعمرات قامت على أراضي مغتصبة اغتصبها الإسرائيليون، الصهاينة على مدى الحكومات التي تعاقبت منذ أوسلو إلى اليوم، وأقيمت مستوطنات على أرض الفلسطينيين وهذه تعتبر أرض محتلة. إذا كانت إسرائيل جاهزة الآن لمناقشة هذه الأمور، يمكن أن يحصل وقت إطلاق نار. وإذا لم تكن جاهزة لهذا الأمر فالواقع سيتطور إلى الأسوأ، وقد نجد حرب إقليمية كبيرة. والأمريكيون جاءوا إلى المنطقة بحاملة طائرات وغواصة وفتح
قواعد عسكرية لدعم إسرائيل في المنطقة إلا لأنهم وضعوا في اعتبارهم أن تذهب الأمور إلى الأسوأ. شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ حسين سلامة، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من بيروت. شكرا لكم، والشكر الجزيل للباحث بالشأن السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، كنت ضيفا كريما من بغداد. شكرا لكم سيد نبيل، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا. وهذه التغطيات من قناة الأيام سوف تستمر طالما استمر هذا طوفان الأقصى، وإلى اللقاء.